هي مو قاعدة ولكن شو أسهل تفضلي. Mr. Prime Minister Arwa Damen with CNN, a few questions with regards to the arrest warrant and the accusations against the Vice President. شلون قلتي؟ ترجمة أكو؟ أكو ترجمة سيد الرئيس. Mr. Prime Minister Arwa Damen. السؤال الثاني. أليس ذاك مسؤولية الحكومة أن لا تقوم بإعلان عن تلك الاعترافات قبل أن يكون الحضور في المحكمة؟ والسؤال الآخر هو هذا سؤال ثاني، هي قضية مو نقاشات، سؤال سؤالين عندك كافي. لك تعديل، تعديل، تعديل.